وللحديث عن التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك الكاتب الصحفي الفلسطيني أحمد قديح. سيد أحمد، مرحبا بكم. بداية، ما هي آخر مستجدات الأوضاع في غزة بعد التصعيد الصهيوني؟ أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك سيدي. في هذا اليوم بدأ عدوان إسرائيل جديد بعد هدوء نحو شهر على التوالي. عاد الاحتلال وغير من سياسته من خلال قصف عنيف. حتى اللحظة أكثر من 33 من الصواريخ سقطت بالقرب من منازل المواطنين أو استهدفت مواقع عسكرية تابعة للمقاومة. حتى اللحظة شهيد من المقاومة الفلسطينية. كذلك عدد من المصابين من المواطنين وصلوا إلى المستشفيات. الأحداث هذه بدأت يوم أمس عندما قنص الاحتلال فتاة فلسطينية بالرأس، حالتها خطيرة. شاركت في مسيرات العودة. ردت المقاومة الفلسطينية بعملية قنص أدى إلى إصابة جندي أو ضابط إسرائيلي، ومجندا الاحتلال رد بصواريخ أدت إلى استشهاد 4 من المواطنين. اليوم المقاومة الفلسطينية قامت بإطلاق ما يقارب 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة. مستوطنات غلاف غزة، أبعد هذه الصواريخ سقطت في عسقلان. وهذا الخبر العاجل الآن الذي ورد لنا بأن الصاروخ أيضا وصل لأول مرة في محيط مدينة القدس المحتلة. وبالتالي المقاومة الفلسطينية توسع الآن من نطاق الرد. هناك حراك سياسي مصري لاحتواء هذا الموقف، خاصة أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقيادة الجهاز الإسلامي موجودين في القاهرة ولكن دون جدوى، حيث الآن التصعيد العسكري الإسرائيلي هو الذي نشاهده في الميدان حسب مشاهداتنا وتغطيتنا المباشرة. يعني أحمد، كانت الصواريخ تنطلق من قطاع غزة تصل إلى عسقلان، الآن تصل إلى مدينة القدس، تمام؟ بالتأكيد. نعم. وصلت تل أبيب ووصلت إلى عسقلان في فترات سابقة. اليوم صباحا على طول مستوطنات غلاف غزة، وقبل قليل صاروخ، حسب المتابعين الشان العبري أوردوا لنا هذا الخبر بأن صاروخ سقط في منطقة ليس مختصة بالسكان بالقرب من القدس أو في القدس، دون التبليغ حتى اللحظة عن وجود إصابات أو بالأحرى. نعم. الآن معلومات تتحدث بسبب مستوطن يبلغ من العمر 47 عاما. نعم. جراء الصاروخ الذي سقط في مدينة القدس المحتلة أو في مستوطنة داخل مدينة القدس المحتلة. طيب سيد أحمد، يعني ما هي خلفيات هذا التصعيد خصوصا في هذا الوقت تحديدا؟ أيضا من يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع؟ المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية قالت بأن الاحتلال بعد شهر وترك المجال له لأن يمضي وقت الانتخابات دون أي مشاكل أو أحداث تذكر. الاحتلال حتى اللحظة لم يلبي احتياجات قطاع غزة أو على الأقل تحقيق التفاهمات الأخيرة. ما زال الوضع على حاله، حصار، إطلاق كافة المعابر، مع العلم بأن قوات الاحتلال أغلقت قبل قليل كافة معابر قطاع غزة وبالتالي تجديد الحصار. المقاومة قالت بأن يوم الخميس آخر موعد للاحتلال من أجل أن يكون هناك تحقيق للتفاهمات، منها رفع الحصار، فتح المجال البحري، تحسين مستوى الكهرباء، إدخال الأموال القطرية والأممية عن طريق الأمم المتحدة لغزة. هذا ما لم يحدث سوى بعض أو قليل من بعض التفاهمات تم تطبيقها، وبالتالي المقاومة فرضت من جديد قوتها على الأرض وقالت على الاحتلال أن يستجيب للمقاومة. سيد أحمد، خلال الساعة المقبلة هل تعتقد أن الأمور ستصل إلى مرحلة تصعيد أكثر مما هي عليه الآن؟ تعودنا بأن هذا التصعيد يبقى 24 ساعة أو 48 ساعة، عكس السنوات الماضية الذي كان يمكث فيه عدوان أكثر من أسبوع. وبالتالي مصر وقطر والأمم المتحدة كلهم يبحث عن مخرج لهذه الأزمة الموجودة في غزة الآن، ولكن المقاومة يبدو حتى وأنها الآن موجودة في مصر تسعى إلى فرض فرضية جديدة، وهو تحقيق أمال الشعب الفلسطيني في غزة المحاصر ورفع له جزء من الحصار. ممكن أن يستمر لأيام، ممكن أن يختصر الوقت من خلال أن توافق إسرائيل على تنفيذ هذه التفاهمات، طبعا بالرعاية المصرية والقطرية والأممية. الكاتب الصحفي الفلسطيني أحمد قديح، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات.